يا رزوقه كيفاش توا؟ خليك دقيقه. الله يهديك يا رزوقه، المبيعات اللي فيهم. قبل الفاصل خلينا ضيفنا معلق بين هواء وفضاء، وتتواصل المفاجآت اللي ضيفنا اليوم. اوجيك 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 اوجيك. اي يا خويا. اوكي اقعد هكاك. لحظه لحظه يا ودي، دايا بتوجع فيا راهو. اوه يا ربي سيدي يا ربي. لاباس؟ ما جانيش. لاباس هب. انت شنو ولا شنو نام انت؟ ما فهمتش روحي راهو. لاباس يا هشام. شنو هي بلوكيه هي توا؟ اي 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 بان بان، خلينا نشوفوا شنو هو البان. اوه يا ودي يديا توجع فيها. نشوفوا البان يا هشام. المفاجآت ما زالت متواصلة، وفريق تيروليان قرر أنه يبعث منقذ باش ينقذ الضيفة نتاعنا اللي كان مطمئن أنه الموضوع انتهى. يا شاب. آه ما تقلقش روحك، أو باش نشوفوا البان. يا ودي قعد شادد ياسر رزوق ومال. آه ما عادش لازم نخلط له، راني هكا بعيد عليا راه. يقول لك صعيب عليا طب. آه ما نجمش الأخرى شد بيها تتحل بيا راه. ما سمعتك يا رزوقة. نجم تهبط بالحبل اللوطة؟ لا لا ما نجمش، ما نجمش نهبط بالحبل. ما نجمش؟ لا لا عايش خويا. لا 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 إيطايا تعبوا معلم، ومش نجم نوصل له ولا توا. يا عابس خويا ما نجمش يا شيخ، إيطايا تعبوا. إيطايا عليها كيفاه توا باش نعملوا؟ باش نقعدوا مش عاقلين راهو باش تظلم علينا الدنيا. لكن الأمور زادت تعب. يا عابس يا عابس شنو تعمل؟ وحدها بيه فتت بيه الوقت. آه يا ربي آه. ليش تدري يا عباس؟ ليه؟ يا ودي شان الشيء بس بحل بيه بحدها بيه شطيح. عايش خويا عايش خويا يا عباس. شا عايش خويا حتى البنع روحي يا لباس يا هشام. من يا مانيش لباس توهت يا تاني واحد يا رزوق أخوي. إيش من لباس هاك حطيتني في معزق؟ والله مش ندوخ، والله مش ندوخ يا رزوقة. يا هشام لباس طلعني طلعني يا رزوقه. ما عادش النجم، والله ما عادش النجم يا عباس. هيا اخوي طلعني يا عباس. اي اي طلعني طلعني يا رزوقه يرحم بيك. اوه ما نجمش تعرف. على ارتفاع 160 متر اوهمنا ضيفنا انه عمليه الانقاذ فشلت وانه الامور خرجت على السيطره. سيس روحك سيس روحك عايش خويا. اقرب لي يا مان اقرب لي. اجاني اجاني تينا هاني وحلت في الكابل المحنون ذي. يا ربي سيدي الوحلة وحلتها. يا ربي يا ربي يا ربي خلصني. المنقذ عباس زاد في توتير ضيفنا ولعب له على الأعصاب. يا ودي يا رزوقة مانيش لاباس، والله ماني لاباس، أنا معلق في سجرة. كيفاش نعمل تراه توا؟ كيفاش باش نعمل؟ والله عييت يا رزوق عييت وما عادش النجم ودايخ. اه هاني جايك هاني جايك. اوه يا ربي سيدي خلصنا. هيا يا عباس خويا هيا يا عباس. ما دخلتش يا هشام بعيد عليا بعيد عليا غزر لها. يا عباس هيا عايش وخير. ما عادش فيا ما عادش فيا. يا بابا يا بابا يا بابا والله مت مت مت. يا بابا نسمع فيك. يا رزوقة والله هبتني راك. الله يهديك الله يهديك. يا ليتني مشيت العمل عملتها في روحي. والله يا ليتني مشيت. يا هشام اش مازالوا الفنان توا كان معلق وكان شافهم ومشنوق والله مشنوق. هيا يا عباس. يا هشام. يا رزوقة شنو يا عباس خويا راك فدتني راك. ما تخافش ما تخافش انا مش نحاول. يا عباس هيا يرحم بيك راني عييت. باهي باهي. يا ميمتي يا ميمتي ما عادش نجم راهو عباس خويا. يا عباس وي يا هشام انا مش نحاول. لحظه لحظه يا بابا سيدي يا ربي سيدي يا ربي سيدي الوحلة خلصنا يا رب. تعرف حتى يدي ما عادش النجم. يا عباس يرحم بيك.
هيا خلصنا يا عباس بخي. يا ربي يا ربي. هيا هيا هيا. يا عباس هيا راني عييت. أنا جيك. ريكي شيخ تارك ريكي شيخ. عباس إيش تعمل توا؟ باش نشوف حل يا شيخ باش نشوف حل. يا نشوف حل هذايا نموت. يا ربي يا سيدي. يا يخطف الحل هذايا نتيح نتيح نموت مع الشيخ. إيش بدني يرزوقها بالكابل من غادي. يا رب ايش بدني بالكابل ايش بدني والله ما عاد النجم تعرف يا هي 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 يا عباس خويا هي عباس وصلك توصلك توصلك الحمد لله يا رب شيك عباس يا هشام الحمد لله يا رب هي يا عباس ما عادش النجم خويا والله لا عاد النجم صدقني دخت يا عباس يا ماهر اللحي جاي يا عباس عباس نحي دايا نحي ديك الطيحرة يا ربي سيدي كيفاش نعمل عييت ما عادش النجم أنا بدي عييت والله أنا بدي عييت والله حتى الدوخة عندي ورحمة بابا يا ميت يا ميت يرزوقة هبلني يرزوقة ما يعيط لا مانيش لاباس توا حطيتني في المعزق يا أخويا هذايا يا ربي سيدي صدقني عباس دخت 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 والله ورحمة بابا دخت ورحمة بابا دخت يا بدي ما نشوف شيء تراه يا عباس خويا لا لا ما نشوفش نغسل اللوت والله يا ريقي الشيح صدقني حد لا لا عايشوا خي عايشوا خي لا 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 عايش خويا يا عباس والله ما عاد النجم غزل له غزل له غزل لا لا ما نجمش والله دايخ عباس هزني هزني عز هزني يرحم أبي يا عباس خويا والله الحمد لله يا ربي ما نشد هكايا نشد هكا ما عادش النجم تشوف وين تم إقناع الضيف باش يرجع للمكان المتواجد فيه عبد الرزاق عن طريق تيروليان أخرى أقل ارتفاع ما كيفك حد بنت بلادي وأنا وأنا بلادي بالله حد بنت بلادي تعرف ربي يسترني ما كيفك حد والله تعرف الدوخة جاتني الله واحد يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي يا رزوق هذه الاستضافة اش مازلتوا ما عملتوش في الفنان اش مازلت الله يسامحك يا رزوق أخوي يا بابا يا بابا شو يا ودي شيء اللي صار لي هكا سلمى قد تهنى راي طيارة رحلة هبال أنا رحلة هبال عمري قد ما ركبت في طيارات عمرها ما صارت لي عمرها ما صارت لي عمري ما صارت لي والله معزتك يا رزوقة خلي تحالي جب جهرب يا بنتي مش نورمال عليك ولا خبر عمري ما ركبت في درجيح أنا الله يسامحك يرزق والله لما عاد تفتح هو صاحب العمله وين صاحب العمله هو وليد تبع فيا نعم مالا يا وليد تبع فيا تسيبني سيبني 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 والله يتضرب لا لا يا شيخ تبع بدي سيبني يا وليد هكا وليد خويا حبك راي هكا تبع فيا سيبني يا خويا الله يا ودي عمرها ما صارت لي درجيحه ما نركبش فيها طلعتني شنقلتني في الجبولات علقتك في السماء والله ربي يستر وكان مرتب حجر يا راه انت مش داوي يا ودي بطل ما تنجرك شيء لاباس والله ترى عمري ما خفت يا وليد خويا عمري ما خفت كما المره هذه راهو طيارات العالم كلهم ركبناها والطياره هذه والطياره هذه شنو تفكر فرجوا فينا في رمضان مع وليد يا اخويا روى ريخي نشفولي وكمل عاد عبر الرزاق معاه هكا عبر الرزاق بارك الله فيك يا سلمى خمسة وخميس عليك برافو تقول لي ليه طيارة رحلة طيارة انا طيارة اسكت عاد اسكت حلقتنا لليوم فات نتقابلوا غدوة مع ضيف جديد في فيرتيج